إذا كان هناك فاسق مجاهر، السؤال أن ذلك مجاهر معروف بفسقه وربما يخادع الناس ويصل إلى المناصب التي ليس هو صالح لها، فليجوز له هذا الإنسان أن يذكر أمره؟ نعم، إن الغيبة هي غيبة في الظروف العادية، ولكن الفقهاء استثنوا منها أحوالا، منها أن تكون في حق مجاهر. واحد الإنسان دارنا خمارة هنا وحنا نتكلم فيه في الجامع، واش هذه الغيبة؟ ماشي غيبة، علاش نغتابوا فيه؟ لأنه ولا داير خمارة في الشارع، ماعرفش دايرها تحت الرجل ديال الرسول، هذا مجاهر لا حرمة له. واحد داير واحد الفضيحة في الشارع وحنا هو داير الفضيحة، نقول القرآن لما تكلم في فرعون اغتاب فرعون؟ لما القرآن تكلم في أبي جهل الوالد بالمغيرة يتكلم عليهم القرآن؟ هاد الكفار كيتكلم عليهم واش اغتابهم؟ لا، هؤلاء كانوا أئمة الكفر وكانوا مجاهرين. ومنه التظلم إذا ذهبت إلى القاضي تشكو، منه النصيحة إذا جاك إنسان يريد أن يشترك مع إنسان آخر وتزوج إليه تنصحه، ما تقولش ما نغتبوش، لا ما نغتبوش تطيحه في الحفرة. لما جاء قل له نعم فيه كذا وكذا، ما تزيدش عليه ولكن تذكره هذا الشيء. هناك حوالي 6 أبواب معروفة ليس فيها غير